معنا من عمان عبر الأقمار الصناعية سيد صباح ياسين، أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك. يعني بداية اليوم وبعد قرار لجنة تشيلكوت بتحميل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مسؤولية استهدافه وغزوه للعراق والتقارير التي قدمها في وقتها، وبعد أيضا تأكيد توني بلير هذا الأمر، ما دور العراق حاليا في مثل هذه القرارات وهذا التأكيد؟ يعني هذا القرار أو هذا التقرير اللي هو يمكن واحد من أضخم التقارير اللي صدرت في القرن 21 حول قضية حدثت في القرن الماضي، اللي تألف من 2,600,000 صفحة، أنا أعتقد هذا حجر ثقيل ألقي في محيط السياسة الدولية والعربية. لأول مرة يعني يحدث في المجتمع الغربي مثل هذه الإدانة لسياسة الدولة، ورغم أن التقرير مبكر أن نقول تم قراءته سياسيا وقانونيا، وأنا سوف لن أتحدث عن الجانب القانوني لأتركه للمختصين بهذا المجال، ولكنني أقول هو إدانة للسياسة الاستعمارية التي انتهجتها بريطانيا منذ عام 1917 في العراق، نعم، واحتلالها الثاني 1941 ولغاية الآن. الخلل الكبير في هذه القصة أو في هذه الرواية والحلقة المفرغة هي غياب الإرادة العراقية التي يجب أن تستغل هذا التقرير وتستغل ما ورد فيه من إدانة لهذه السياسة لكي تطالب ب يعني إعادة تصحيح المسار أو تعويض مضمون التقرير. كما ذكرت سيدي دكتور صباح ياسين، مضمون التقرير لم يشر إلى اتهام مباشر، هو تحدث عن تقصير، عن تسرع، عن استناد إلى معلومات خاطئة، لم يحمل المسؤولية بشكل كامل للحكومة، حكومة توني بلير، وإنما توني بلير هو يعني من تحمل مسؤولية ما جرى وقال أنه يتحمله بشكل شخصي. يعني رغم النفاق السياسي اللي حمل التقرير، رغم التلاعب بالألفاظ، رغم الصياغات اللفظية التي تحمل نوع من المواربة وإخفاء الحقائق، ولكن الرأي العام يدرك أنه هنالك جريمة ارتكبت بحق شعب، وهذه الجريمة ليس لها أي غطاء قانوني وليس لديها أي شرعية دولية، وأنه هذا التحجج بورود معلومات أو اعتقاد أو البحث في نوايا هذا أصبحت حجة مكشوفة وواهية. المجتمع الدولي أدان سياسة هتلر النازية وعقدت محاكمات نوتنبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب. أنا أعتقد هذه بداية لمحاكمة نوعين من المجرمين، المجرمين الابتدائيين هم بلير وبوش وكولن باول ورامسفيلد وهذه الزمرة من المحافظين الجدد الذين أيدوا ممارسة عدوان على بلد آمن، والوجبة الثانية من المجرمين هم الذين أتوا مع الدبابة الأمريكية لكي ينفذوا هذه الأجندة. نحن نقول أن هذا التقرير هو بداية لفتح ملف الحرب على العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن. الحرب على العراق مستمرة الآن بصيغ مختلفة، هذه التفجيرات وهذه الضحايا التي تحدث هي أساسا جاءت من تداعيات حرب غير مشروعة وتفجير وضع سياسي في هذه المنطقة، وأنا بتقديري أن كل ما يحدث في هذه المنطقة في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا هي من تداعيات الحرب على العراق. نعم دكتور، يعني برأيك هل بالإمكان أن يجر هذا الأمر الطريق نحو أمريكا، والتي في وقت سابق قالت بأنها استندت إلى معلومات مكذوبة أو خاطئة من قبل CIA بما يخص الحرب على العراق وبما يخص أسلحة الدمار الشامل المزعومة، خصوصا بعد أيضا أن لم يقدم الأمريكان اعتذارا سابقا لليابان؟ أنا أعتقد يعني هذه القصة ستبدأ، هذه الرواية ستبدأ، رواية من سيعتذر أولا وكيف سيعتذرون وكيف سيقدمون الاعتذار. المهم أنه هنالك إجماع في المجتمع البريطاني الذي انشق قبل أسبوعين أزاء قضية الاتحاد الأوروبي، نجد أن المجتمع البريطاني الآن موحد للبحث عن مبررات هذه الحرب وأسباب التي أدت إلى أن تقدم بريطانيا ملايين الباونات و 179 شخص أو مواطن من دافعي الضرائب الذين
عملوا في القوات المسلحة والجيش البريطاني وذهبوا ضحية فرية أو أكاذيب نظمها مجرم الحرب بوش. أنا أعتقد هذا الأمر سينعكس على الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة وحلفاء بلير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لا زالوا هم في بعضهم أو بعضهم في سدة الحكم، وإدانة هذه المرحلة هي إدانة لكل السياسة الاستعمارية التي تمارس الولايات المتحدة في أكثر من منطقة من العالم. في القرن 21 وفي هذه الصفحات المتوالية من الصرخات للاستناد للقانون الدولي وما يمارسه وتمارسه وسائل الإعلام لكشف الحقائق، أصبح من الصعب إخفاء المجرم أو التستر عليه أو إخفاء الجريمة ويعني مسح آثارها. دكتور صباح، تحدثت عن محاسبة طرفين، الطرف الخارجي والطرف الداخلي الذي أيد غزو العراق، ولكن الآن السؤال، هكذا تقرير وصدوره في هذا الوقت كيف سينعكس على المشهد السياسي في الداخل العراقي الذي هو بالأصل متوتر؟ أنا أعتقد يعني تزايد المطالب المجتمعية العراقية للأسف الشديد، يعني النخب في العراق والقوة السياسية المتنورة أو القوة الوطنية غائبة تماما عن المشهد، والمتسيد هي القوة الطائفية والمرتبطة بقوة أجنبية، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر طويلا. أنا أعتقد وسمعت خلال هذا اليوم وكما حدث خلال يومين الماضيين أصوات من العراق تطالب بمحاسبة المجرمين الحقيقيين الذي وضعوا يدهم مع المحتل وجاءوا ودمروا دولة مدنية وأسسوا لنظام طائفي مقيت خلق حالة من الاحتقان الداخلي وحالة من الحرب هي ذاتها التي رافقت أكاذيب ومبررات وحجج التي جاء بها المجرم بلير أو بوش وغزو العراق دون أي مبرر قانوني. إذن أو دكتور، يعني هذا الأمر يقودني إلى السؤال التالي، كيف سيحاسب أو سيحاسب من هم في العراق حاليا المحتلون الذين غزوا العراق في 2003 وهم المستفيد الأول من ما يحصل حاليا في العراق ومن تغيير النظام السابق؟ هذا أمر أنا أعتقد سيأتي لاحقا في العراق. لا هنالك، ليس هنالك إمكانية لإخفاء أي جريمة حدثت. هنالك أكثر من مليون ضحية في العراق، 5 ملايين يتيم وأجيال من الشباب الضائعين، هؤلاء سوف لن يضيع حقهم. المهم هذا الملف انفتح، صندوق باندورا الذي فتحوه في العراق فتح في عقر دار، ولا أعتقد أن هذه الجريمة سيتم إخفائها. المجتمع الدولي مطالب الآن، قوى الإنسانية، الأمم المتحدة ومنظماتها أن تستفيد من هذا التقرير، وأنا أعتقد هذه الهزة الارتدادية هذا ستتسع لكي تنال المجرمين الموجودين خارج العراق وداخل العراق ممن هم في سدة الحكم. دكتور صباح، قد يتساءل المواطن العراقي كيف سوف يرتد عليه هذا التقرير، ما الذي سيستفيد منه هكذا تقرير؟ هو حساب داخلي ما بين الأطراف السياسية في بريطانيا؟ نعم، يرتد على الداخل، لأنه ذول الموجودين على سدة الحكم الآن يتحدثون عن نوع من المشروعية الزائفة لوجودهم، هم ثمرة من ثمار الاحتلال والاحتلال غير مشروع، بالتالي كل ما بني على الباطل فهو باطل، ووجودهم في هذه في هذا المربع هو قائم على مجموعة من الأكاذيب التي روجت على اللا شرعية، على لا قانونية احتلال هذا البلد. بذلك هذه مسألة تاريخية، وإذا كان هذا الجيل مكبل بهذه المشاكل، أنا أعتقد القوى الحية بالعراق بالمجتمع العراقي، قوى المجتمعية الصاعدة، سوف تجد الفرصة المناسبة لكي تنال حقوقها كاملة ممن أسهموا مع المحتل في تدمير بنية الحياة وبنية المجتمع العراقي. إذن دكتور صباح ياسين، أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، انضممت إلينا من عمان عبر الأقمار الصناعية، نشكرك شكرا جزيلا.